خليني بس الاول ابدا بخبر عايز اقول لحضراتكم. زي ما حضراتكم عارفين كل جمهور النادي الاهلي ان البطوله العربيه لكره السله بدات اول امبارح الحقيقه، ونتائج مبهره للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي بيفوز في اولى لقاءاته على حضرموت اليمني بنتيجه 126-69، والاهلي ايضا بيتاهل النهارده لربع نهائي البطوله العربيه لانديه كره السله، وبيفوز على الفريق الجزائري، والحقيقه نتائج جيده جدا لفريق كره السله في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين اي مدير فني لما بيجي، اي مدير فني اجنبي خصوصا لما بيجي كمان، بتبقى الامور لسه في الاول مش قوي، بعد كده الامور بتبتدي تتحسن واحده واحده لغايه ان شاء الله ما نشوف فريق كره السله بيصل للمستوى المطلوب والمأمول من جمهور النادي الاهلي، خصوصا بعد استقدام مدير فني كبير الحقيقه زي اوجاستي، عامل شغل رائع جدا للي متابع لكره السله في النادي الاهلي. اعتقد